بالكلام على المانديبل، وإحنا عندنا الإيميجينج منصب على الإكس راي والسي تي والإم آر وبعض الحاجات التكنيكس المعروفة. طبعا دور الإكس راي تراجع بشدة بعد السي تي والريكونستراكتيف ريكونستراكشن بتاع الساجيتال والكورونر، لكن ما زال يعتبر هو الانيشال ايميجنج موداليتي فور ايفالويشن اوف ذا بوني مانديبل از ويل از تمبرو مانديبولار جوينت لو عملت اوبليك فيوز. وطبعا المانديبولار بانوراما احد الحاجات المعروفه جدا والكويسه جدا في الايفالويشن اوف ذا مانديبل. كمان السي تي دلوقتي بتقدر تعمل اكسيال وساجيتال وكورونال، وكمان تعمل 3D ريكونستراكشن، وهو برضو مفيد الى حد ما في التشخيص. في الاكسيال ايمجز احنا استفدنا قوي في الاناتومي بتاع المنطقه ديت، وقلنا دوت الانفيولر مارجن، واتكلمنا على الاناتومي بتاع الماكسيلاري ساينسز والترجويد بليتس والمانديبولار ريموس ستايلويد بروسيس، وبعدين جبنا سيرة الزيجوما والزيجوماتيك آرش والهيد أوف ذا مانديبل والتمبرو مانديبولار جوينت، واتكلمنا كتير قوي على الفصة الأنفصي اللي موجودة في الحتة ديت، وجبنا سيرة التيرجو بالاتاين السفينو بالاتاين والإنفرا تمبرال. و in the coronal images هي شيء مناسب جدا عشان نشوف بيه الريجن بتاعت التمبرو مانديبولار جوينت، وفي نفس الوقت is a good policy to evaluate the heart palate والأورال كافيتي في بعض الأحيان. You remember إن هو مهم جدا في evaluation of the maxillofacial throat. ولما اتكلمنا على الاناتومي او ذا فلور اوف ذا ماوس، جبنا سيرة جيجي اللي هي الجينو كروسس، وجبنا سيرة المايلو هايويد ماسل اللي هي الام اتش، وبعدين قلنا على السابلينجوال سبيس اللي هو موجود ما بين الجينو كروسس وما بين المايلو هايويد، وقلنا ان هو في ماسل مشهور قوي اسمها ذا هايو جلوسس ماسل، وبيمشي فيه اللينجوال ارتري والفين، وبيمشي فيه كمان الضغط بتاعة السبمانديبولار سليفري جلاند. وبعدين اتكلمنا على السبمانديبولار سبيس، وقلنا ان هو فيه فات وفيه ذا سبمانديبولار سليفري جلاند، وهو اللي موجود اوتسايد ذا مايلو هايود ماسل. ولما نزلنا لتحت شوية قلنا إن في مصل تحت الجيجي اسمها جينو هايويد مصل، وهي بتمسك المانديبل في الهايويد بون، وهي مبطرخة كده شوية كومبيرد للجينو كلوسس، وديت السب مانديبولار سليمري جلاند، وادي الاسترن ومستويد مصل. بعدين طلع في الفترة اللي فاتت حاجة اسمها الكون بيم سي تي، ومنتشر جدا دلوقتي، وده الفرق ما بين السي تي العادي اللي هو فان بيم ودوت الكون بيم. الكون بيم سي تي طلع سنة 97، يعني ليه 20 سنة تقريبا، ويستخدم في فقط في الماكسيلوفيشال ايميجينج، وهو جهاز صغير جدا وبيتحط في أوضة صغيرة قوي، و الراديشن دوز اللي فيه أقل 100 مرة من الجهاز العادي. وفي فيلم هنا لو أنت عاوز تشوفه على البيم، موجود في كلية الطب الأسنان وأعتقد في المراكز الخاصة. Hi, my name is James Clem. I want to talk to you about
cone beam and the way we've used that in our practice is such a wow factor. I'll tell you, patients feel like they're really being taken care of very well. It's important to get a good scan. When I think of cone beam, I think of it much more than implant planning and placement. I think of it for diagnostics. I can see decay where I can't always see it on a 2D. I can see better assessment of teeth that have root canals. It's amazing what you can see when you get behind the cortical plate and look at roots in the cancellous bone. I can look at sinuses. I can look at joints. Yes, this TMJ joint, it helps me to assess where the patient has been. It also is important for looking at the vertebrae. All these things come in handy in the conversations that we have with our patients. It's really important, though, that the scans are consistent. Caleb's going to walk you through the process of taking scans and making them really consistent. It's about positioning the patient, and he's just an artist. Yes, he's an artist on taking scans. I take two different types. I take a scan where the patient's in CO closed. I use that as my basic diagnostic panel for all my examinations. Now for implants, I have the patient open up a bit so we can do better implant planning and also combine that with our Omnicam scan where we do our diagnostic restorative planning in the CEREC software and then marry that together with the Galileo software. So Caleb's going to walk you through that process, and I want to thank Caleb and Osrona and Patterson for making my life a lot better. Hi, my name is Caleb. I work for Dr. Klim at the Klim office here. This is our Galileos Comfort. We're going to talk to you guys a little bit about how we use this in our office and some of the ways that we found optimize it. In our office, these are the attachments that we mainly use. We found that just as far as speed and accuracy, these are the two that work the best for us. There are a couple different attachments. We're not going to get into that today, but these are the ones that we do like to use. This actually comes with ear olives, they call them. They're little rubber tips there. And if you're using this, ideally they would fit directly into the patient's outer ear canal, it says. We don't like to use those, though. We just it seems to work just fine with those missing, because the main goal of these blue arms is you close them down with this knob, and basically it's just there to help the patient be able to stay still. So these are the attachments that we like using here. This is the touch panel that comes with the Galileos Comfort. These are the settings we like to use. We won't go into that right now, but the VO1HC, we found that works pretty good for diagnostic purposes for basically everything that we do here. Depending on the size of the patient, if it's a child, you just click on the child, it'll highlight in yellow, and it'll adjust the settings accordingly, so you're not overexposing anyone unnecessarily. Serona does recommend the use of a lead apron. This is technically called it's a lead poncho. We found that when you use a thyroid collar, you get scattered radiation and it actually messes up the diagnostic quality. So this is the type that we've been using, and it's been working great. Here at Dr. Klim's office, one other thing we like to make sure that we always have down when we have the patient in the machine is that their bite plane is always level with the floor. So what we'll have them do is stand up nice and straight once they're inside the Galileos, but slump their shoulders, and we're going to have them clinch and smile like that. And that allows us to either raise the machine or lower the machine so that we can get that bite plane level with the floor. So that's how we do that here. One other cool feature about the Galileos Comfort is that it comes with a laser light that shines from the top up here, and what that helps us to do is it shines down in a straight line, and it helps us position the patient in a way that this machine can read the scan so that it's nice and diagnostic for us. Okay. حطيته في أوضة مكتب واحد من الدكاترة، ولما بييجوا يعملوا التصوير بيخرج بره. الجهاز أصلاً بيشتغل بالتصوير بالكول،
يعني زي ما شفت على الكنترول بانل كده، انت بتركز على الحتة اللي انت عاوزها. يعني الاول بتعمل صورة، هو بيطلع الصورة ديت اللي هي 3D image، وبعدين تحط الكود انت على الاريا اللي انت عاوزها. This is the maximum you can have، اللي هو الوش بالكامل، اللي هي دي اوسع فيلد ممكن تشتغل بيه. لكن ممكن تركز على تيمبرو مانديبولر او البارانيزال ساينسز او المانديبول وهكذا. طبعا الجهاز بيدي لك الثري تلات ايميجينج على طول في نفس الوقت، يعني بيدي لك اكزيال وساجيتال وكورونال مع بعض، كله في نفس المكان. المهم ان عندنا بالنسبة للليجنز اللي في المانديبول عندنا سيستس وعندنا تيومرز وعندنا حاجات ميسيلينس. والمانديبول في حاجات مخصوصة بيه اسمها اودونتوجينيك ليجنز، وفي حاجات نون اودونتوجينيك، يعني زي اي عظمية تانية موجودة في الجسم. فمثلا بالنسبة للسيستس مثلا ممكن يطلع فيه سيمبل بون سيست وانيوريزمال بون سيست وبعض الحاجات التانية. لكن الحاجات اللي هي طالعة من الاودونتوجينيك اليمنتس اسمهم راديكولار سيست وريزيديوال سيست ودنتيجرال سيست. فاحنا نقدر نقول ان احنا عندنا ثلاث سيستات هنا وثلاث سيستات هنا، لان الاستافين سيست ده والاستافين سيست دوت مش سيست اصلا، ولكنه حفرة على جنب المانديبول زي ما هوري لك بعد شوية. بالنسبة للتيومرز برضه نفس الحكاية، اودونتوجينيك ونون اودونتوجينيك. الاودونتوجينيك عندنا اوستيوليتيك ليجنز وسكليروتيك وميكسد. الاوستيوليتيك اشهر واحد فيهم على الاطلاق هو الاميلوبلاستوما او الادامانتينوما، وبعدين في الميكسوما، وفي حاجة اسمها كيراتينايزنج اودونتوجينيك تيومر او اسمه اودونتوجينيك كيراتوسيست. ممكن تسميه كيراتوسيست احسن عشان ما تلبسش بال. بعدين السكلروتيك عندنا حاجه اسمها اودونتوما وحاجه اسمها سيمنتوما، وبعدين النون اودونتوجينيك اللي هو زيه زي اي عظمية تانية بيطلع فيه اوستيوما وكوندروما وجاينت سيل تيومر والكلام ده كله. بالنسبه للحاجات المالجنانت، فاحنا عندنا الاودونتوجينيك تيومرز اللي هي الاميلوبلاستوما لما تتحول الى اميلو كارسينوم، وبعدين عندنا اكستنشن من الادجيسنت اورجانز زي التنج والماوس فلور والسليفر جلاندز، اي مالجنا تيومر ممكن يورط في المعده. بعدين عندنا مانديبولار ساركوماز زي الاوستيو ساركوما والفايبرو ساركوما والايوينج والكوندوم، وبعدين ميتاستاسيز اللي هي اي حته في الايد هناك بتيجي فيها. نمسك الاول السيست، وعندنا ثلاثه اودونتوجينيك وثلاثه نون اودونتوجينيك. الاول واحد فيهم اسمه راديكولار سيست، والثاني اسمه ريزيديوال سيست، والثالث اسمه دنتيجرس سيست. الليجن اللي هو اوف اودونتوجينيك اوريجين بياخد حتة أو السنة كلها زي ما هنشوف بعد شوية، وممكن يكون موجود في مكان واحدة سنة مش موجود. الراديكولار سيست هو موجود عند الروت بتاع سنة خربان، يعني في سنة فيها دنتال كيرز وكده، والإكستنشن بيمشي في الروت كانال لحد لما يوصل إلى النيرف الروت بتاع التوث ويعمل خراج او سيست، يعني دوت اسمه راديكولار سيست. اما الدنتيجرس سيست فهو عبارة عن سيست بيتكون حوالين الكراون بتاع ان ايربتد توث زي ما هنشوف بعد شوية. الريزيديوال سيست عبارة عن انت شلت سنة وتبقى مكان السنة ديت سيستك ليجن كده، عشان كده بيسموه ريزيديوال سيست. And this is the radicular cyst, which is تقريبا the most common cyst في المانديبل، ودايما بيكون عند الروت ايبكس بتاعت الكيرستوز اللي هي سنة فيها خربانة. يعني الانفكشن بيمشي كده through the canal وبعدين يعمل نوت سيست او خراج. الحجم بتاعه في الغالب ما بيزيدش عن سنتي، ممكن يبقى اكبر من كده شوية، لكن
whenever you see this, and this is diagnostic, ممكن تسميه بيري ابيكال سيست او تسميه راديكولار سيست. كل الحاجات دي شبه بعض. يبقى التشخيص الراديكولار سيست محتاج سنه خربانه ومحتاج سيستيك ليجن عند الروت بتاع السنه الخربانه. And this is what we call residual cyst, يعني السنة اللي هنا اتخلعت وبعدين اتبقى مكانها cystic lesion كده، عشان كده بيسموه residual cyst. وده برضو مثال تاني للresidual cyst، مفيش سنة وفي cystic lesion. أما الdentigerous cyst فهو cyst اللي بيحصل عند ال crown of unerupted tooth، ومن ضمن الشروط لتشخيص الدنتيجرال سيست ان الروت بتاع السنه دي يكون بره السيست نفسه. ف السيست متكون حوالين الكراون اصلا والروت بره السيست زي كده. And this is a big dentigerous cyst حوالين الكراون، وغالبا بيكون عند السكند او الثيرد مولر توث. وده بالسي تي And you see the crown surrounded by the cyst الكبير جدا دوت. And this is the dentigerous cyst. وده برضو dentigerous cyst حوالين الكراون بتاع an uncorrupted tooth. The root of the affected tooth المفروض يكون outside the lesion. نيجي بقى الثلاثة اللي هم مش odontogenic، اللي هم non-odontogenic cyst. الأولاني اسمه incisive canal أو اسمه visceral cyst، والتاني اسمه simple cyst وaneurysmal bone cyst. تفين دوت هوريهولك دلوقتي. الincisive canal اللي هو في ممر كده ما بين الاتنين incisive اللي موجودين قدام. الممر دوت ساعات يتضخم ويعمل زي cystic lesion كده. ده normal appearance بتاعه، وده normal appearance من غير ما يكون في سيست. دي الانسايسيف كانال نفسها. لكن لما يكون في سيست بتفتح بق العيان تلاقي فيه كوره كده في الميد لاين بالظبط ما بين السنتين اللي فوق. And this is the appearance. دولت الانسايسيف تيث، وده هو الانسايسيف كانال سيست. وما عندوش ليه علاقه ولا بروت بتاع سنه ولا السنه خربانه. دوت اسمه انسايسيف كانال او فيشرال سيست. This is an appearance. وده هو زي ما انت شايف كده السنتين بعاد شوية عن بعض وفي cystic lesion موجود ما بينهم. Another example of incisive canal cyst اللي هو دوت، وبعض الناس بتسميه nasopalatine duct cyst. بس طبعا الأسامي هنا كتيرة جدا، كل واحد ليه على الأقل 3 أربع أسامي، فأنت افتكر واحد بس وخلاص على كده. This is the incisive canal cyst بالـ CT وبالـ sagittal reconstruction زي ما انت شايف. simple bone cyst يعني cyst زي وزي اللي بيجي في الفيمر وبيجي في السكابيلا وبيجي في الهيومرس وكده. بيبقى عبارة عن كرة مليانة مية ليها علاقة طبعا أكيد بالروت بتاع السنان، ولكن السنان ما بيكونش فيها مشكلة. And this is another example of a simple bone cyst زي ما انت شايف. ودوت كمان another example of simple bone cyst. اي حد هيقول لك دوت شبه الخراج اللي انت قلت لنا عليه من شويه، نعرف طبعا كلكم عندكم وساوس شيطانيه وحنا بنحاول بقدر الامكان نطرده. أو. ما احنا لسه ما جيناش في الجد. ايه عمل ريزيديوال؟ لازم تكون السنه مش موجوده. يعني قصدك عشان السنه دي مش موجوده. اوكي ماشي. احنا لما نمشي شويه كده هتلاقي كل اللي في المانديبول شبه بعضه، وهنقول لك ازاي تطلع واحد من التاني. خلاص اوكي. ليه بقى دوت مش خراج؟ الكلينيكال. لو دوت خراج وعمل المشكلة ديت كده
ومثلا عرض العظمية اللي هنا وطلع الانفكشن الناحية التانية. لكن سيمبل بون سيست غالبا المريض ما بيشتكيش من حاجة، بيكتشف صدفة. الانيوريزما البون سيست زي ما انتوا عارفين ان هو معروف بالفلويد ليفلز، فانت لما تلاقي سيستيك ليجن كده ومالتي لوكيولار وبتاع، وانت عارف اشهر واحد على الاطلاق بلا منازع الادمنتينوم او الاميلوبلاستوما، هتشخص دوت اميلوبلاستوما وانت مغمض. This is شيء طبيعي جدا. لكن كون ان هو بقى مثلا عمل ام ار او عمل سي تي سوفت تيشو ويندو وطلع جواه فلويد ليفلز والكلام ده كله يجوز. لكن مثلا زي دوت كده الفلويد ليفلز هي العلامه بتاعت الانيوريزما البون سيست في ايتها مكان. بس انت عارف ان ان اكسباندنج ليجن مالتي لوكيلر، هنقول دلوقتي the most common هو الاميلوبلاستوما. And this is aneurysmal bone cyst موجود in في الاكس راي وموجود في ال سي تي. طيب هو ده كمان واحد تاني، aneurysmal bone cyst في الريمس اوف ذا mandible وفي فلويد ليفلز. استفين بقى ولا ستيفن سيست ده عبارة عن هو مكتوب هنا ما هوش سيست، هو حفرة في المندبل من جوه. بيقولوا ان الحفرة ديت كان اتعملت نتيجة وجود ابرنت يعني سليفري تيشو من السليفري جلاند كان لازق في المندبل، وبعدين قعد يكبر يكبر فراح عمل حفرة كده فسموه هذا الاستيفين سيست. And is not a cyst لكن caused by embryonic remnants of the submandibular salivary gland. ولما تبص عليه في البانوراما ما تقدرش تفرقه من اي حاجه تانية، لكن السي تي هو اجدع واحد فيهم لان هو بيوري لك الحفره. شايف الحفره ديت كده؟ It's not a true cyst ولكنه حفرة على المانديبل من جوه زي دي كده، اللي هي دي واللي هي باينة هنا. هنا هو طبعا في الغالب يعني مش هتقدر يجي لك الإحساس إن دوت مش سيمبل سيست مثلا ولا حاجة. المهم نيجي بقى للحاجات الأودونتوجينيك بناين تيومرز اللي هم على رأسهم الأميلوبلاستوما والميكسوما والكيراتوسيست، واتنين سكلوراتيك اللي هما الأودونتوما والسيمنتوما. الأميلوبلاستوما is a benign locally aggressive tumor وعنده ريت عالي جدا في الريكرنس، عشان كده لما بتشيل التيومر لازم تكون في سيفتي مارجن يعني معروف معقولة قوي، وهو يعتبر رقم اتنين بعد الأودونتوما. الأودونتوما ده It's a sclerotic lesion وهو دوت الاوستيوليتيك ليجن. فلو احنا اعتبرنا مين اكتر واحد في الاوستيوليتيك ليجن هيطلع هو على طول. And it's very common in the mandible and less common in the maxilla. وفي بعض الاحيان بيبقى associated مع the dangerous cyst اللي هو احنا لسه جايبين سيرته من شويه. This lesion is multilocular يعني زي اللي انت شفته قبل كده من شويه، وبعض الأحيان البسيطة بيكون يوني لوكيولر، ولو كان كده هيتلخبط في حاجات تانية زي ما نقول دلوقتي. And some of the lesions may perforate the cortex ولو لما يتشال لازم يكون في safety margin كويسة علشان بقدر الإمكان تمنع الريكارز. إذن لو لقيت mandibular lesion cystic ومالتي لوكيولر واكسباندنج وفي هو غالبا السيست ده بيقرض الروتس بتاعت التيث اللي هو جنبها على طول، على عكس السيمبل بون سيست والانيوريزم البون سيست ما بيعملوش كده. فانت عندك هنا اهوت في المانديبل ده مالتي لوكيولار ليجن، العيان اصلا ما عندوش سنان في الحته ديت فمش هتقدر تحكم عليها. And this is another example very big lesion in the in the mandible في واخد الريمس وجزء من البودي، ممكن طبعا يوقع السنان اللي جنبه، الاول بيقرض الروت وبعدين يوقع السنان. And this is by CT and you see an expanding lesion multilocular. A
affecting the body of the mammary. An ameloblastoma is a multilocular expanding lesion. معندوش matrix calcification. بيقرقد الروتس بتاعت السنان اللي هو جنبها. بيعتبروا ديت is a specific sign للاميلوبلاستوما. And when large enough, ممكن يقرض الكورتكس نفسها. لو تحقن صبغة فبيبقى عنده جزء لا بأس به بياخد الصبغة. خلاصة القول أو الملخص بتاع الأميلوبلاستوما إن هي the second most common lesion بعد الأودونتوما, موجود في الأدلتس من 20 ل 40 سنة. It's a single lesion, ودي نقطة مهمة لأن lesions تانية بتبقى multiple, وإن هو multilocular in most of the cases, وإن هو locally aggressive, وإنه بيقرقد التيث اللي جنب الروت بتاعت التيث اللي جنبي. دولت الملخص المفيد بتاع الأميلوبلاستوما. نيجي بقى للكراتوسيست اللي هو اسمه odontogenic keratinizing tumor, بس انت خليك في الكراتوسيست. الكراتوسيست is multiple, وديت اقوى حاجة في اقوى حاجة على الاطلاق, انك تلاقي سيست شمال سيست يمين. ديت بتخليك تعرف ان ده مش أميلوبلاستوما ولكنه كراتوسيست. الحاجة التانية ان هو unilocular, وديت الحسم بتاعها بيبقى صعب في الاكس راي, لكن ممكن في السيتي والام ار تعرف ان هو يونيلوكيلر. لكن لو انت شفته في الاكس راي اي خط معدي كده هيتفتكر على طول ان هو مالتي لوكيلر. لان الليجن دوت ممكن يكون موجود في البودي او في كل الحاجات ليها نفس الديستريبيوشن. يبقى the lesion is usually unilocular, ومن اسمه كده في كيراتينايزنج ماتيريال, يعني بيطلع حاجه تشيزي او حاجه زي بتاع التي بي كده. وبعدين غالبا برضو هيقرقد التيث اللي جنبي, ونفس التريتمنت زي الاميلوبلاستوما بالظبط. الفرق ما بين الكيراتوسيست وما بين الاميلوبلاستوما ان هو يونيلوكيلر, ان هو ممكن يكون مالتيبل, واللي جواه مش هتعرف اللي جواه الا بالجراحه اللي هو التشيزي ماتيريال. لما يكون اكستنسيف كده ده برضو في صالح الكيراتوسيست, ان هو يكون واخد المانديبل شمال يمين من اوله لاخره, او ان هو يكون كذا واحد, يعني زي ده وزي ده وزي ده كده. then you know that ان هو كيراتوسيست. في بعض الاحيان ممكن سنه تقع كده جوه السيست فيتهيألك ان دوت اودونتوجينيك سيست, بس انت عارف كويس ان الاودونتوجينيك سيست لازم الروت يكون بره الايه, بره, يعني ممكن ده ينفع على فكره. ادي الايبكس اهي جوه البتاع والروت بره السيست ممكن. وده مثال تاني, ادي سيست يونيلوكيلر. طول ما هو يونيلوكيلر فهو في صالح الكيراتوسيست, لو كان مالتيبل فديت حاسمه في صالح الكيراتوسيست. فهنا ممكن تبص على السيست ده وتقول ما انت مش انت تقول دلوقتي ان هو يونيلوكيلر, امال ايه الخط دوت اللي ماشي جواه. يعني بخط واحد تفوت ولا ايه رأيك انت؟ خليك كويس. طيب وانت لو هتشبط في اي حاجة مش هتخلص, هتطلع كل حاجة شبه بعضها. طيب الملخص بتاع الكيراتوسيست ان هو مش في نفس الانسيدنس بتاع الاميلوبلاستوما, السن اصغر شوية, المالتيبلستي فيه معروفة, يوني لوكيلر, وهو بناين نون اجريسيف, يعني مش زي الكيراتوسيست. هنا هو الجملة دي بتقول ان الكيراتوسيست may appear septated, making the distinction from ameloblastoma difficult.
زي ما انا وريت لك قبل كده. فانت طبعا في الاخر خالص ليك الايه اللي في الاشعه. ثالث واحد ودوت اقل واحد فيهم في الانسيدنس رير تيومر اللي هو اسمه اودونتوجينيك ميكسوما. الميكسوما از مالتي لوكيلر، ولكن اللوكيليشنز اللي فيها اكتر من الطبيعي بتشبه مضرب التنس. فانت بتلاقي السيست جواه حاجات كتيره جدا جدا كده زي ده، وهو اصلا يعتبر رير كومبيرد لبقيه التيومرز اللي في المعده. فلما تلاقي سيست كده زي دوت شبه مضرب التنس تفكر في ان هو يكون اودونتوجينيك ميكسوم مثلا. ده هو شبه مضرب التنس الخربان لان في حتت كتيره ما فيهاش البتاع. لكن في افرض ان انت في الاخر خالص هتكتب ايه دوت يا ابني اميلوبلاستوم اكتر واحد موست كومن. نفس الحكايه هنا الليجن دوت طالع في المجزيلا وفي انترنال سبتيشنز كتيره، يعني لو جه في بالك تقول كيراتوسيست حلو، اسف ميكسوما اوف ذا ماندبل، اند يو سي ذيس ليجن قريب جدا من مضرب التنس فنعتبر ان هو ميكسوما. الميكسوما از رير تيومر موجود في السن بتاع نفس السن تقريبا، سنجل ليجن شبه مضرب التنس لوكالي اجريسيف. هم دولت الكلمتين اللي تفتكرهم على الاودونتوما. والسيمنتوما حاجات سهله جدا لان هم الاثنين اسكليروتيك. الاودونتوما بتبقى راكبه على سنه ما طلعتش اللي انت شايفها ديت كده، ادي السنه هي اسوشيتد ويز امباكتد توث تقريبا في معظم الحاجات، والحجم بتاعه بيكون من 1 ل 3 سم، والناس بتعتبر ان هو دوت ذا موست كومن اودونتوجينيك تيومر اوف ذا مانديبل، يعني هو الرقم واحد وبعدين الاميلوبلاستوما بعد كده. سكليروتيك ليجن وراكب على سنه ما طلعتش، سهل جدا دوت في التشخيص بتاعه. And this is a benign lesion، وهنا هو السكليروتيك ليجن راكب على السنه ما طلعتش. And this is another example، and you see the lesion وراكب على سنه ما طلعتش. اللي تفتكره بالنسبه للاودونتوما ان هو the most common tumor بيطلع في ال children، can be multiple solid sclerotic commonly related to an impacted tooth، ممكن في بعض الاحيان يبقى locally aggressive. السيمنتوما مش راكب على السنه، ماسك في السنه من تحت. And this is a rare tumor attached to the tooth root. فلما تلاقي sclerotic lesion ماسك في الروت من تحت يبقى سيمنتوم. بعض الناس او الكتب بتسميه سيمنتوبلاستوما. فهو سيمنتوما سيمنتوبلاستوما هو نفس الحكايه. عندك sclerotic lesion ماسك في السنه من تحت. sclerotic lesion ماسك في السنه من تحت اسمه سيمنتوبلاستوما او اسمه سيمنتوما. السيمنتوما او البلاستوما رير سكلوتيك ليجن ماسك في السنه من تحت. يبقى السكلوتيك ليجنز سهل اللي هما واحد فوق السنه واحد تحت السنه، اما الاوستيوليتيك ليجنز كلهم صعبين لان كلهم شبه بعض. اللي بيفرقهم من بعضهم هو انك انت عارف ان الاميلوبلاستوما هي الموست كوب، فانت لما تحتاس قوي تقول اميلوبلاستوما تطلع صح، لكن مش مطلوب منك انك انت تقول كيراتوسيست الا لو كان مالتيبل، ما عندكش حجه. لو كان شمال ويمين لازم تقول كيراتوسيست هو الوحيد اللي بيبقى مالتيبل، ولو كان زي مضرب التنس بالظبط بالظبط تاخد معاك مضرب تنس في الامتحان عشان تبص عليه وتبص على البتاع تقول ان هو ايه مكسور. السنان مش عامل ايروجن، لا الكراتو بيقرض السنان برضه شبه التاني بالظبط، ولو مش عامل ايروجن يبقى سيمبل. وانا رايي ما تجيبش سيره الجماعه اللي هم النان اودونتوجينيك دولت لان هم معظمهم رير في المانديبل، بس هم زي ما الشاي بالشاي يذكر بان المندبل عظميه من ضمن عظم الجسم بيصير عليه الاحكام بتاعه الجسم.
لكن احنا درسنا البون تيومر كله، عمرنا ما عملنا مثال لسيمبل بون سيست في المانجل مثلا، ولا انيوريزم البون سيست في المانجل، لكن في حتة تانية. نيجي بقى للنان اودونتوجينيك تيومر زي الاوستيوما والكوندروما والجاينت سيل. اوستيوما اللي هي الايفوري اوستيوما، اللي هي الاوستيوما المصمطه، موجوده طبعا في الماكسيلو فيشال كتير، في البارانيزال ساينسز وفي المانديبل، ومش محتاجه فرق ولا حركه في التشخيص، لانها از بوني ليجن مصمط لازق في اي من العظمات. نيجي بقى لهذا الليجن اسمه سنترال جاينت سيل جرانيلوما، او اسمه ريباريتيف جرانيلو. الكتب كلها مختلفين فيه، هل هو انفلاماتوري ولا رياكتيف ليجن لانفكشن او حاجه، ولا فعلا هو تيومر، ولا تبع الهايبر بارا مثلا، ولا الحاجات اللي زي كده. الهيستولوجي بتاع الليجن ده عباره عن بناين بروليفريشن اوف فايبروبلاست مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، ده الهيستولوجي بتاعه. والناس كانت فاكرة زمان إن ده عبارة عن ريبيرتيف رياكشن لليجن كان موجود قبل كده. المهم يعني في الوقت الحالي هم مش عارفين هو إيه، هم قالوا إن هو مش ريبيرتيف ولا حاجة، ولكنه ممكن يكون انفكشن، وممكن يكون رياكتيف ليجن، وممكن يكون نيوبلازم. هذا الليجن موجود في الغالب في الأطفال، ومعظم الحاجات بتطلع تحت سن 30 سنة، والستات أكتر شوية من الرجالة. وهو is usually painless، ما بيعملش مشاكل، لكن بيعمل expansion of the mantle. وده المنظر بتاع الليجن. فلو أنت شفت المنظر ده هوت كده، ممكن تقول عليه fibrous dysplasia، ممكن تقول عليه الحاجة في أصل كمية ضخمة جدا من الحاجات الفايبرز دي بتطلع في المندي، سيمنت وفاينج مش عارف ايه واوسيفاينج ايه وحاجات زي كده. لكن في الاخر خالص الحكاية دي هتتحل بالبيوبسي. يعني عندنا ليجن المانديبل از مور كومن في الليجن دوت، وممكن يكروس الميد لاين، وممكن يكون يونيلوكيولر، وممكن يكون مالتي لوكيولر. لو انت بصيت كده على الليجن ده، عندك ليجن كبير جدا كده هوت، وفي سنان كتيرة ان ايربتد. الكتب بتقول ان في حاجات منه اجريسيف وفي حاجات مش اجريسيف، وما تعرفش تفرق بالهيستولوجي ما بينهم وما بين بعض. وبعض الناس بتعتقد ان هو براون تيومر من الهايبر بار، او الشيروبيزم ده اللي انا هوريه لك بعد شويه، اللي هو نوع من الفايبرس ديسبليزيا. المهم ايه اللي انت تفتكره على الجان؟ انا في رايي عمرك ما هتشخصه في الاشعه، وهيطلع بعد كده بالجراحه. This is a rare lesion، بيطلع في الاطفال تحت سن 30 سنه، benign unilocular multilocular، ممكن يكون اجريسيف، ممكن ما يكونش اجريسيف. طيب انت عملت مانديبولار بانوراما ولقيت ليجن زي دوت كده، حذر فذر بس خلاص، اميلو بلاستو وانتهت الحكايه. عندك كل المقومات بتاعته، انه مالتي لوكيلر، وكل الروت بتاع السنه اللي جنبيه، واكسباندنج ومش عارف مين، خلاص which is the most common. الشربيزم هو بعض الناس بتعتبره a variant of fibrous dysplasia، وبيبقى فيه significant expansion و osteolysis في المانديبل، وهو يعتبر an autosomal dominant، وبيطلع في الأطفال ما بين سن 3 و4 سنين. هو مشهور قوي بأنه طبعا بيعمل loosening بتاع التيث كلها اللي هو في المنطقة اللي طلع منها، وفي بعض الأحيان بيقولوا إن الليجن ممكن يحصل له ريجريشن ويبقى اسكلروتك. دوت ال 3D بتاع الشيروبيزم، اللي هو significant marked expansion of the mandible
were loosening of the teeth. الشيروبيزم is a rare autosomal dominant disease موجود في الأطفال في سن حوالي 3 سنين. Benign extensive lesion, multilocular, بيأفكت المانديبل تقريبا كله and may heal spontaneously. الحاجة اللي بعد كده هو البراون تيومر بتاع الهايبربارا ودوت معروف من الكلينيكال معروف من الأذر مانيفستيشنز اوف هايبربارا معروف بإن هو عنده هيموسيدرين ديبوزيشن عشان كده بيكون أسود في التي 1 وأسود في التي 2 ولو عملت سي تي بتلاقي اكسباندينج اوستيوليتيك ليجن ولو عنده صبغة ما بياخدش صبغة والليجن ده هوت بيحصل له ريجريشن لما تشيل الباراثيرويد ادينوما بيبتدي الليجن يصغر في الحجم ويبقى اسكلروتيك وفي حاجات ممكن تختفي. البراون تيومر اوف هايبر بارا از رير يونيلوكيولار ليجن معروف بالكلينيكال واللابوراتوري ساينز اوف هايبر بارا ثايرويديزم ومعروف كمان بانك انت تلاقي لوس اوف ذا لامينا ديورا بتاعت السنان ديت اللامينا ديورا وان هو مش موجوده انها واحده من علامات الهايبر بارا زي ما قلنا قبل كده وبعدين لو سيجنال في التي 1 والتي 2 عشان الهيموسيدرين كونتنت بتاعه. اخر حاجه في الموضوع ده هي المالجنانت ليجنز اللي موجوده في المانديبل واول واحد فيهم اللي هو الاميلوبلاستوما لما تبقى مالجنانت وبعدين بقيه الحاجات التانيه زيه زي اي عظمه تانيه. مالجنانت اودونتوجينيك تيومر اللي هو الاميلوبلاستوما لما تتحول الى مالجنانت يحصل كورتيكال ديستراكشن بروستير رياكشن اكسترا اوسيا سوفت تيشو كومبوننت وميتاستاتيك سبريد. طبعا احنا عارفين ان the most common lesion في المانديبول هو الاميلوبلاستوما ولو الليجن دوت ورى aggressive characters يعني بقى عنده extra osseous soft tissue component او invaded the floor of the mouth او معاه metastatic lymphadenopathy او يبقى بنعرف ان هو تحول الى اميلوبلاستيك كارسينوما. الاميلوبلاستيك كارسينوما is very rare ما هياش معروفة قوي في الكلينيكال براكتس موجود ملهاش سن معين ولا سكس معين والليجن is rapidly progressing والليجن may involve المانديبل we extend into the floor of the mouth and treated surgically and by radiotherapy. And this is an example of malignant odontogenic tumor or odontogenic carcinoma destructive changes extra osseous extension. الاوستيوساركوما واحد من الحاجات اللي بتطلع في المانديبل معروف بالسان راي سبيكيوليشنز وشكله بيبقى واضح جدا في الاشعه وحتى ايفن من البلين اكس راي يعني كان سي السان راي سبيكيوليشنز وسوفت تيشو كومبوننت خارج حدود المانديبل ولو عملت سي تي بتشوف the typical appearance of the sun ray speculations with the extensive destructive changes to extra osseous soft tissue component and this is another example of osteosarcoma of the mandibular ramus with that soft tissue window بتاعه. المتاستاسيز لما يكون في نون برايمري مالجنسي وعندنا destructive lesion in the ramus of the mandible دوت ميتاستاتيك ديبوزيت من كانسر كولون وده ميتاستاتيك ديبوزيت من البرونكوجينيك كارسينوم. نيجي بعد كده للتيمبرو مانديبولار جوينت والتيمبرو مانديبولار جوينت من اسهل الجوينتس اللي في الدنيا لان كميه المشاكل اللي فيه قليله جدا والفيلم دوت الحقيقه The temporomandibular joint the TMJ is the joint between the lower jawbone the mandible, and the temporal bone of the skull. The TMJ is responsible for jaw movement and is the most used joint in the body. The TMJ is essentially the articulation between the condyle of the mandible and the mandibular fossa, a socket in the temporal bone. The unique feature of the TMJ is the articular disc, a flexible and elastic cartilage that serves as a cushion between the two bone surfaces.
The disc lacks nerve endings and blood vessels in its center, and therefore is insensitive to pain. Anteriorly, it attaches to lateral pterygoid muscle, a muscle of chewing. Posteriorly, it continues as retrodiscal tissue, fully supplied with blood vessels and nerves. The mandible is the only bone that moves when the mouth opens. The first 20 millimeters opening involves only a rotational movement of the condyle within the socket. For the mouth to open wider, the condyle and the disc have to move out of the socket, forward and down the articular eminence, a convex bone surface located anteriorly to the socket. This movement is called translation. The most common disorder of the TMJ is disc displacement, and in most of the cases, the disc is dislocated anteriorly. As the disc moves forward, the retrodiscal tissue is pulled in between the two bones. This can be very painful as this tissue is fully vascular and innervated, unlike the disc. The forward dislocated disc forms an obstacle for the condyle movement when the mouth is opening. In order to fully open the jaw, the condyle has to jump over the back end of the disc and onto its center. This produces a clicking or popping sound. Upon closing, the condyle slides back out of the disc, hence another click or pop. This condition is called disc displacement with reduction. In later stages of disc dislocation, the condyle stays behind the disc all the time, unable to get back onto the disc. The clicking sound disappears, but mouth opening is limited. This is usually the most symptomatic stage. The jaw is said to be locked as it is unable to open wide. At this stage, the condition is called disc displacement without reduction. Fortunately, in majority of the cases, the condition resolves by itself after some time. This is thanks to a process called natural adaptation of the retrodiscal tissue, which after a while becomes scar tissue and can functionally replace the disc. In fact, it becomes so similar to the disc that it is called a pseudodisc. أول حاجة طبعا تستفيدها من الفيديو ده إن الديمبرو مانديبولار جوينت أكتر جوينت على الإطلاق مستخدم في الجسم، يعني ولا الإيد ولا الرجل ولا البتاع، هو المصنع بتاع الطعام. الحاجة التانية إن الجوينت دوت ربنا عامل فيه طريقة بحيث إن هو لما الديسك يديسلوكيت ويقعد قدام يروح الريترو ديسك التيشو مشتغل بدل الديسك والمشكلة بتاعت المريض تنتهي. فدوت يعني من رحمة ربنا على البني آدمين. الـ MR بتاع التيمبرو مانديبولار جوينت محتاج سيرفس كويل، بس طبعا معظم الناس تقريبا ما عندهاش السيرفس كويل وبتشتغل بالهيد اند نيك كويل، لكن لما يكون كويل ديديكيتد فبيبقى ظريف جدا وبيطلع الاناتومي بطريقه كويسه. زي ما احنا شفنا انا عندنا الهيد اوف ذا مانديبل، عندنا التيمبرال ايمينس، وعندنا الارتيكولار ديسك. الارتيكولار ديسك ممسوك من قدام بواحده من البيليز بتاعه اللاترال تيريجويد ماسل، والبيلي الثانيه ماسكه في رقبه المانديبل، وهي ديت اللي قال عليها the muscle of chewing أو the muscle اللي بتاعت الأكل يعني. وبعدين ورا الديسك في fibrous band اللي اسمها retro disc tissue، اللي هو لم الديسك نفسه is not painful لأن ما فيهوش nerve fibers، لكن الحتة ديت فيها nerve fibers وفيها vessels، وعشان كده لما تيجي ما بين الكوندايلز بتبقى مؤلمة أوي. احنا علشان نشخص اي حاجه في التيمبرو مانديبولار، كل اللي احنا عاوزينه هو الارتيكولار ديسك اللي عامل زي البابيونه ده.
الارتيكولار ديسك منفوش من ورا ومن قدام، وفي حته كونستريكشن في النص. عشان الارتيكولار ديسك يكون في مكانه لازم الحته اللي في النص تكون في اضيق حته في الجوينت، سواء المريض فاتح بقه او قافل بقه. فأضيق حته في الجوينت في فاتح بقه قافل بقه هي ما بين الهيد اوف ذا مانديبل وما بين التمبرال ايمننس. فلو المريض قافل بقه والمنطقه ديت ما بين الاثنين يبقى ده the normal position of the disc. لما المريض يفتح بقه والمانديبل يتحرك لقدام الديسك بيتحرك برضو زي ما شفت في الفيلم، بحيث تفضل السنترال بارت بتاعه ما بين التمبرال ايمننس وما بين الهيد اوف ذا مانديبل، وبكده يبقى الجوينت دوت سليم. لكن مثلا دي حاجه فكاهيه، يعني ان هو دبل ديسك ساين منشور على الانترنت. طبعا دوت مش ديسك ولا حاجه، ده التندون بتاع اللاترال تيراجويد، وده الديسك طلع لقدام لان المريض هنا قافل بقه والديسك از ديسبليسد انتيريرلي، يقول لك كان في دبل انسى الموضوع ده. الابنورماليتيز بتاعه الديسك، في حاجات الابنورمال شيب مالكش دعوه بيها، لكن احنا كل مهمتنا ان احنا نشوف الديسك في مكانه ولا مش في مكانه. فلما المريض يفتح بقه المفروض ان الديسك يتحرك لقدام ويبقى برضو في المنطقه الضيقه من الجوينت. لما يقفل بقه يروح الديسك راجع في مكانه الطبيعي. فمثلا هنا عندنا ادي الارتيكولار ديسك والحته الضيقه ديت متزفلطه لقدام شويه، يعني ما هياش المفروض تكون هنا، بقت هنا شويه. ده بيسموه انتيرير سبلكسيشن. معظم الابنورماليتيز في الديسك لقدام، يعني ما فيش حاجه لورا. فانت لما تلاقي الديسك سبلكسيتد شويه كده لقدام، يعني السنترال بارت بتاعه متزحلق عن مكانه الطبيعي، بعدين المريض فتح بقه راح كل شيء رجع لمكانه، دوت اسمه ريكابتشر او ريديوسبل. يعني الديسك سبلكسيتد بس في الاوبن ماوس بقى ريديوسبل تو اتس نورمال بوزيشن. نفس الحكايه هنا، نسي ذا ديسك متلحلح كده شويه، ولما فتح بقه بقى في نفس المكان. نفس الحكايه هنا، ان سي ذا ديسك از سلايتلي سبلكسيتد انتيريرلي، لما فتح بقه رجع في نفس المكان، يبقى اسمه ريديوسبل او ريكابشر. هنا هوت بقى الديسك كله لقدام، وبعدين لما فتح بقه فضل الديسك لقدام زي الفيلم ما شفته بالظبط، دوت اسمه نون ريديوسبل او اسمه نو ريكابشر. فانت كل القضيه بتاعتك انك انت تبص على الديسك في مكانه وهو قافل وفاتح بقه يبقى نورمال، الديسك مش في مكانه وهو قافل بقه رجع لمكانه بعد لما فتح بقه يبقى اسمه ريكابتشر او ريديوسبل، مرضيش يرجع في مكانه بعد لما فتح بقه يبقى اسمه نون ريديوسبل ديسك. زي دوت كده subluxated anteriorly displaced disc، لما فتح بقه الديسك لسه قدام and this is non reducible disc. بعض الناس بتسميه stuck disc، يعني ديسك مزنوق في الحتة دي. مثلا ده مثال تاني، نسي ان هو الديسك قدام وبعدين لما فتح بقه بقى فيه الديسك ملوي على نفسه كده، وطبعا شايفين الميه ديت اللي هي في الجوينت، this is بيقولوا عليها massive joint effusion. ده كان في مره جت حاجه زي كده في الامتحان، وكان الاختيار هو massive joint effusion. فحد بعت لي وقال لي ازاي ده massive وهو نقطتين ثلاثه؟ massive لانه على مقاس الجوينت قد النمله وفي ميه قد كده، تبقى ماسيف بالنسبه للجوينت نفسه. المهم يبقى دوت ستاك ذا ديسك، يعني الديسك منطور لقدام، فتح بقه مفتحش بقه، هو موجود في الحته القدامانيه. And this is نفس الحكايه، عندنا ديسك ديسبليسمنت وجوينت ديفيوجن زي ما احنا اتفقنا.
في بعض الأحيان من كتر المشكلة ديت بيديفلوب osteoarthritis. ده النورمال أبيرنس بتاع الجوينت وده الأوستيوأرثرايتس. Narrowing of the joint space, osteophytic limbing, subarticular bone sclerosis, زيه زي أي واحد تاني موجود. هنا advanced osteoarthritis, narrowing of the joint space, osteophytic limbing, subarticular pseudocystic changes. وهنا هو بالMR is extensive osteoarthritis, severe narrowing of the joint space, prominent osteophytes, and subarticular bone sclerosis. Disc perforation يعني الديسك بقى two pieces. دي قليل قوي لما بنشوفها في الكلينيكال براكتس ونلاقي حفرة موجودة في وسط الديسك ثابتة، دوت اسمه disc perforation. أنا حقيقة ما كنتش متخيل إن الجوينت ده ممكن يحصل فيه synovial osteochondromatosis، لكن لقيت حالة إن هو على الإنترنت فيها synovial osteochondromatosis في التيمبرومانديبولار جوينت. وكان في واحد زميلكم بيعمل رسالة على التيمبرومانديبولار جوينت، وكان المشرف مصر إنه لازم يجيب حالة فيها بتاع synovial osteochondromatosis. في قلت له أنا الحالة الوحيدة اللي أنا شفتها في حياتي هي كانت على الإنترنت، ما شفتش حاجة في الكلينيكال خالص.